اهلا وسهلا، شكوتك ايه؟ لا يا دكتور، شكوتي ايه؟ انا تعبان يا دكتور، تعبان. لا معلش، نقول تاني كده بالراحه. يا دكتور انا اي حاجه حاجه شقطه، بخش الحمام انامي. طب وايه كمان حضرتك؟ عندي ارق. عندك ايه يا فندم؟ عندي ارق. طب هو من الواضح ان احنا هنكشف بجهاز انوستيشن، لان احنا الاجهزه ممكن جدا نعتمد بالكشف، لان بصراحه انا مش فاهم حاجه من حضرتك خالص يعني. ماشي يا دكتور، بس المهم استريح يا فندم. يلا ان شاء الله خير. عيادات انو من علاج الالم بلا الم مع الدكتور وائل الاهواني. حبيبي يا طارق، كل سنه وانت طيب. حبيبي بس دي بقت تعويذه، ما بقتش اعلان. شكرا ليك، كل سنه وانت طيب. مش عايز تاني يا فندم. ان شاء الله. اعلان ملوش مفيش. مركز اينو كلينيك لعلاج امراض الشرج بالليزر.